مفيش فرصة للتحكيم الدولي. برضو الحتة دي عشان نوضحها، يعني البعض يمكن ربما بيطرحها في وسائل الإعلام. التحكيم الدولي، عندما نتحدث عن تحكيم دولي معناها الطرفين أو الأطراف لازم تكون طالبة لده، كلها يعني متوافقة على ده. فعندما يتجه طرف بدون الأطراف الأخرى لا نسميه تحكيم دولي وإنما له مسمى آخر. فإذا التحكيم الدولي هنا لابد الثلاث أطراف تتفق عليه، وهذه في المرحلة لا نحتاجها أو لم نصل إليها بعد حتى نتحدث عن ما نسميه. لكن إحنا سيادة الوزير يعني طرحين بدائل، سيناريوهات تانية، عاملين حسابنا إنه لو تعثر المصارين دول معا هنعمل إيه؟ يعني خلينا نقول عندنا لقاء يوم الجمعة القادم والسبت إن شاء الله، يعني إن شاء الله نعمل يكون لقاء يعني فالكل حدث حديث يعني في ذات التوقيت إن شاء الله. تمام. يعني طبعا أنا مش يعني هلح في الجانب ده لأن أنا عارفة أن في اعتبارات وفي مفاوضات بتتم، فخلينا نتفائل خير وعلينا الانتظار وكل وقت أوانه يعني. طيب قبل ما أسيب النقطة دي، هل هما فعلا بيعملوا سدود تانية يعني غير سد النهضة؟ كان في كلام عن 4-5 سدود بيشتغلوا فيهم وابتدوا فيهم بالفعل، فهل ده صحيح؟ لا، يمكن حديثنا كله حاليا في الوقت الحالي يعني، لكن هناك خطة من الستينات على فكرة، مهاش جديدة، من الستينات لبناء عدد من السدود. أيلو صحيح. لكن ما يتم تنفيذه على الأرض وهو الحديث اللي هو هذا السد اللي هو سد النهضة. لكن ماذا في المستقبل لم نتحدث عليه، إنه هو مازال لسه ربما في مجال الدراسات.